إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الموقف من مواقف يوم القيامة يذكر الله سبحانه وتعالى فيه حال المشركين وما هم فيه من الحسرة والندامة، حيث يندمون بحيث لا ينفع الندم حينما يرون العذاب فيتبرأ المعبودين من دون الله تبارك وتعالى من الذين عبدوهم السادة والقادة وأئمة الضلال والمشايخ الذين قادوا الأتباع إلى الضلال وإلى النار، يتبرؤون من الضعفاء ومن التبع ومن الدراويش الذي كانوا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذا فيه نوع من العذاب، حيث يقود القائد والشيخ أتباعه، ثم يأتي في لحظة الصفر فيتبرأ منهم وينسلخ منهم. هذا فيه نوع من العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهؤلاء الذين كانوا معهم فيأمرونهم وينهونهم ويقولون لهم خلاف ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونهم، وهؤلاء هم أئمة الضلال. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
وتقطعت بهم الأسباب فرأوا العذاب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، قالوا أبصرنا شفنا، وسمعنا فارجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل. يا الله ترجعنا تاني حتى نعمل صالح. والله سبحانه وتعالى قال لهم تاني ما في رجعة، فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يعملوا فيها العمل الصالح، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، يا ريت لو الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، ما شافوا العذاب والنار قدام، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، وتقطعت بهم الأسباب. أسباب للنجاة ماف، رجع على الدنيا ماف، عندهم حل تاني، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ في شفيع اليوم ذاك؟ ما في شفيع، أقرب الأقربين اليوم ذاك ما بينغزك ولا بحلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم عظيم، فلتعمل صالح. ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فتحصل الندامة وتحصل الحسرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ريت لو ترجعونا تاني فنكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، طيب لو رجعوهم هل بيعملوا صالح؟ هل بيتوبوا؟ هل بيخلوا الشرك؟ هل بيخلوا البدع؟ هل بيخلوا أئمة الضلال؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى عارفهم كذابين، لأنه هنا في الدنيا الله جاب لهم الآيات وجاب لهم السنة النبوية والآيات واضحة والأحاديث النبوية واضحة، والله سبحانه وتعالى ورام المواقف، لكن ما اتعظوا بل جادلوا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، تهتزوا بهم وترفعوا بهم. الله سبحانه وتعالى قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بيكون ضدك، بيتبرى منك، بينسلخ منك. عشان كده انت اقرا القران واتعظ بالايات القرانيه عشان تنجو يوم القيامه. لذلك عباد الله علينا ان نفهم كتاب الله وان نتدبر ايات الله حتى نكون من المؤمنين الصادقين المخلصين. وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا، دارين شنو؟ التب عليه، دارين شنو؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، السبب شنو؟ هل النازل دار يعملوا صالح؟ النازل بس محروقين ودار يسدوا حقهم من اللي تبروا منهم ديل؟
لأنه عبدوهم من دون الله، شيدوا قبورهم وعبدوها وعكفوا فيها ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى واستغاثوا بهم وندهوهم وتوكلوا عليهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله في آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. شرك الله سبحانه وتعالى ما بيغفره. هنا عظمهم السادة السادة، أنا عبدا ليكم نادى، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. غير من الأشعار ومن المدايح ومن الإطراء ومن الغلو. وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، متمني رجع تاني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا الله رجعني تاني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لأنه تلقى زول مشغول بالدنيا وما فيها من الزينة وما فيها من الأشغال، وينسى أن هنالك قيامة وأن هنالك عذاب وأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه بما عمل وقدم في هذه الدنيا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فيأتي التبع ويتمنون لو يرجعوا إلى الدنيا حتى يتبرؤوا منهم فقط. ركز في الآية: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لماذا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فقط. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شكد الله سبحانه وتعالى قال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ريتنا لو أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا شيوخنا. قال: فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. شكد الله سبحانه وتعالى قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، ديل أضلونا، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، إنتوا عندكم ضعف وديل عندهم ضعف، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهذه مواقف يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حتى نتعظ ونعرف أن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن أي إنسان يقودك إلى عبادة غير الله من الموتى والمغبورين ومن الأشراف كما يقال أو غير ذلك، فهؤلاء من أئمة الضلال الذين يدعون إلى عبادة غير الله. نقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك لنا رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.